المزيد مع الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، والتي أفادتنا برسالة حول مبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة. بعد التحية نتابع معكم من محافظة القاهرة من أحد المنافذ الخاصة بمبادرة حياة كريمة، والتي تقوم ببيع اللحوم الحية والمجمدة والبلدي بأسعار مخفضة. هذه المبادرة التي تستمر للأسبوع الثاني على التوالي في مختلف أنحاء الجمهورية. إذا تحدثنا بالتحديد عن محافظة القاهرة التي نتواجد بها، فهذه المبادرة لا تتواجد فقط في حي المقطم أيضا الذي نقف به الآن، ولكن هي منتشرة في مختلف أنحاء المحافظة وأيضا مختلف أنحاء الجمهورية في نفس التوقيت. فبشكل يومي بيتم اختيار أماكن متنوعة لضمان وصول هذه المبادرة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. إذا تحدثنا عن اختيار الأماكن، فدائما ما يتم اختيار الأماكن المزدحمة سواء في الميادين أو الشوارع الرئيسية أو أيضا بالقرب من محطات المترو لضمان وصول المبادرة لأكبر عدد من المواطنين، خاصة مع ما تقدمه من لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة. فهنا نتحدث عن أسعار بتقل عن الأسعار في الأسواق الخارجية، تقريبا هي بنصف الثمن. فأسعار اللحوم المجمدة بتصل إلى 185 جنيه للكيلو، أما أسعار اللحوم البلدي فبتصل ل 210 جنيهات للكيلو، وما يعكس التخفيضات الكبيرة التي تتواجد في أسعار هذه اللحوم. أيضا سؤال هام هو يتعلق بجودة هذه اللحوم، فكما أكد لنا القائمون على مبادرة حياة كريمة إن بيتم الذبح في أماكن تخص مؤسسة حياة كريمة، وأيضا بيتم نقل هذه اللحوم بسيارات مجهزة بثلاجات حتى تصل لأيدي المواطنين، مع رقابة بيطرية بتتم سواء على اللحوم البلدي أو اللحوم المجمدة لضمان جودة هذه اللحوم. أيضا خلال تنقلنا من نقطة إلى أخرى على مدار الأيام الماضية وصولا إلى اليوم، تحدثنا مع عدد كبير من المواطنين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة وأيضا الأسعار التي تصل لنصف الأسعار في الأسواق الخارجية وربما أيضا تزيد في بعض المناطق، وأنهم استطاعوا من خلال هذه المبادرة الحصول على عنصر غذائي هام بسعر مخفض وأيضا بجودة عالية. وهذا يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتوفير يعني كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وأيضا كهدف أساسي وضعته مؤسسة حياة كريمة منذ أن تم إطلاقها بقرار رئاسي في عام 2019 لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.